تمام. فقلت في النم باي انا ممكن ان انا اعرض لك السلايد وانت تطبق عملي لو حبيت. يعني البيئة زي ما حكيت لك انه كمان مرة انه انت بتفتح، انت عندك الفي اس كود وبتختار مشروع معين، تمام، وبتعمل نوت بوك. تمام، هيني انا بدي اعمل معاكم نوت بوك تاني، بدي اسميه نمباي، وبحط الامتداد اي بي واي ان بي. هذا حكيت انه حطيت لك الرابط، حطيت لك الرابط تبع الفي اس كود. هاي هذا بالضبط على المستودع اللي اعطيته لكم الرابط. حكيت حكيت انتو عندكم الفي اس كود، اوكي تمام. هاي الفي اس كود انت عندك بالشكل هذا، تمام. فبتختار انه انت تعمل اوبن فولدر، تمام. يعني انت بتتعامل مع كل مشروع انه هو عبارة عن فولدر، فبتختار اوبن فولدر. فانت بتحط الفولدر مثلا على الدي او وين ما انت بتخزن المشاريع، بتسميه مثلا انه اسم الكورس، وبتروح بتكتب يعني مثلا انه بتحط الشغل تبعك كله في مجلد. فانت بتختار المجلد هذا، تمام. بعد ما تختار المجلد هذا خلاص بتقدر انه انت تفتح هاي ويظهر انت عندك كل الملفات او كل شو اسمه. لو انت بالنسبة لك حيكون فاضي، فممكن انه انت تعمل مجلد فرعي هنا وتسميه مثلا على سبيل المثال نوتس زي هيك، تمام. هاي تختار هنا، تعمل انه نيو فولدر. وصلتوا للمرحلة هذه ولا لا؟ تمام، وصلتوا ولا الف عليكم سريعا؟ اجيت كمان مرة، كمان مرة انه انت بتروح بتختار اوبن فولدر، تمام، بتختار فولدر فاضي. يفترض انه انت تختار، فهي بتعمل نيو فولدر في المسار اللي انت بدك اياه، تمام. بتختاره خلاص، تقدر انه انت تفتح هذه اللي هي بتستعرض الاكسبلورر، اللي هي بتقدر تستعرض من خلالها المشاريع. بفتح لك الفولدر اللي انت اصلا اوريدي فتحته، تمام. بعدين جوات الفولدر هذا انت ممكن تعمل يعني مجلدات فرعية، يعني ممكن تعمل ممكن تضغط على هذه، هاي نيو فولدر، وتسمي مثلا نوت بوكس نوتس اللي بدك اياه، تمام. بعدين جواته هنا تضغط على النوتس، وبتروح بتعمل هنا الايقونه اللي جنبها، هذه نيو فايل، هذه نيو دايركتوري. احنا بدنا نختار نيو فايل، اختار نيو فايل، تمام، واكتب اسم النوت بوك نمباي دوت اي بي واي ان بي، اي بي واي ان بي. ثواني بس، خلصنا كلنا، عملت النوت بوك. I B Y N B I P Y N B هيو يا أستاذ. تمام، خلاص خلاص يا شباب، نروح للخطوة اللي وراها. ألو، تمام. طيب بفتح النوت بوك، هجيت هنا بتظهر لك في المنطقة هذه سيلكت كيرنل، تفتحها. إذا أنت منزل الأناكوندا اختار البيز، إذا كنت منزل الأناكوندا اختار البيز. هاي سيلكت كيرنل، ايش هي؟ لا لازم
انت منزلها ولكن مش جاي لك الخيار. هجيت اللي مش جاي له الخيار، انت عندك في اس كود؟ طيب تفتح لي الاناكوندا زي هيك، تعمل لانش للفي اس كود، هيك بتعرف على البيئات اللي موجوده هناك. تمام، تفتح للي مش لاقي الانفايرومنتس هنا. تمام، بتروح بتفتح الاناكوندا، تكتب انت عندك هنا، بتكتب اناكوندا هاي وبتطلع لك، بتضغط عليها تطلع عندك هذه الشاشه، تختار هنا لانش للفي اس كود. في اس كود بدون اناكوندا، في عندك بيئه بايثون، تعرف تنزل مكتبه النمباي، بيب انستول نمباي. تمام، حتاخد يمكن معاك شويه وقت، لو انه لقيتها طولت كتير اشتغل على الكولاب. خلاص نازله عندك، اوكي بيمشي الحال، بس لانه انت بدك تقول للفي اس كود انه يختار البيئه اللي انت نزلت فيها النمباي. ايش هي بيئه البايثون اللي انت نزلت فيها النمباي؟ بدك تحدد المسار تبعها هنا. تمام، هاي الفكره في الموضوع. اوكي، كيف ما جاتش؟ Thank you.
تمام. ممكن انت ايش تسوي؟ خليك معايا يا استاذ. اللي مش شغال معاه ايش بتروح تعمل؟ بتروح تعمل بتبحث على جوجل كولاب، تمام؟ تفتحها اول رابط انت عندك زي هيك، تمام؟ في فبروح انه هو بتقول له انه بدي نيو نوت بوك، تمام؟ ممكن تطلع لك هذه الشاشة، فبتختار من هنا نيو فايل نيو نوت بوك. طبعا النوت بوك هذه انت بتشتغل على الكلاود، يعني على الجوجل كلاود، انه انت يعني الاكسكيوشن على الجوجل كلاود سيرفر، تمام؟ فخلاص ما دام انه انت بتعرفها نفس المفهوم، انت في عندك هنا كود وفي عندك تكست، تمام؟ فانت اول خطوه انت عندك هنا ايش بدك تسوي؟ بدك تعمل امبورت، تمام؟ امبورت numpy as and b كالعاده، انه انا بدي استخدم alias اسم مستعار عشان يريحني، اوكي؟ تمام. كلكم قدرتوا تعملوا امبورت للنمباي سواء كان على جوجل كولاب او عندك على الجهاز؟ ايش يا استاذ؟ بالضبط للاختصار، عشان نستخدمه بدل ما اكتب نمباي دوت مش عارف ايش، بكتب ان بي دوت. بالضبط. اشتغلت معاك خلاص، ابدا اتجهز معايا للتطبيق العملي على السلايدات. بورجي لك هيني، حشرح لك، هاي انترودكشن، هاي انترودكشن للنمباي، حعرف لك اياه. تمام؟ تمام الامور يا شباب؟ خلاص؟ طيب، ايش هي النمباي؟ النمباي هي عبارة عن نيوميريكال، يعني هي عبارة عن اختصار للنيوميريكال بايثون. يعني هي عبارة عن مكتبة للتعامل مع للتحليل العددي.
بتقدر انه انت تعمل تحليل للارقام والمصفوفات باستخدام هذه المكتبه، تمام؟ فبالتالي هي بتحتوي على مجموعه من الاريز والفانكشناليتي الخاصه بالاري هذه وكل الماثماتيكال الاوبريشنز المتعلقه بالاري هذه، تمام؟ والنمباي هذه مستخدمه يعني بشكل كتير كبير في مكتبات اخرى حتتعامل معها في هذا البرنامج، برنامجك الدراسي انا بقصد، تمام؟ زي البانداز والمات بلوت، والبانداز احنا تعاملنا معها عشان نشوف البيرسنتايل، تمام؟ اوكي، بتحط النمباي، نمباي هي عباره الري. اوكي كويس، يعني انه انت بتوقفني. اوكي، انا عشان انه الباك جراوند مش كلكم اي تي يعني، فانت يعني كل ما تشوف حاجه انت مش فاهمها وانا سهيت، انا بفترض انه انت فاهمها وقفني واحكي لي. الري هي عباره عن مصفوفه، تمام؟ المصفوفه انه احنا انت بتتعامل، يعني انت عندك هنا الـ x بتساوي 10، هذا عبارة عن variable متغير، ممكن تغير قيمة الـ x، انت تحطها 20 17 زي ما بدك، تمام؟ لكن فعليا انا محتاج اكثر من قيمة في الـ x، انا يعني مثلا ممكن اغير قيمة الـ x واحطها 13 بس الـ 10 راحت، طب بدي الـ 10 وبدي الـ 13، فبدي كوليكشن. الكوليكشن هذه انه هي اقدر من خلالها احتفظ بعدة قيم، العدة قيم هذه ممكن انا اسميها array او list، فبالتالي ممكن احكي انه الاكس بتساوي، بفتح الاقواس تبعت الليست واقول العشرة وال13، فبالتالي انا بحتفظ انا عندي بالقيمتين بهذا الشكل، تمام؟ هذه عبارة عن list واللي هي حتكون الاساس تبعت الاري تبعنا احنا عندنا في النمباي. اوكي، نعم. المكتبة البرمجية، تمام؟ احنا نحكي مكتبة برمجية، المكتبة البرمجية هي عبارة عن مجموعة من الدوال اللي مجمعة في حزمة وبتقدر تستخدمها بشكل جاهز، تعيد استخدامها بشكل جاهز. فمعنى ذلك انه انت لما يعني انه انت بدك تستخدم حاجة في مكتبة فبتعمل امبورت لهذه المكتبة تستدعيها، تمام؟ بالضبط، فانت عندك فيها مجموعه من الدوال والاكواد البرمجيه الجاهزه بدك تستدعيها استدعاء، ما لك دعوه انه يعني انت يعني ما فيش داعي انه انت توجع راسك انه انت بدك تعملها امبلمنتيشن او تكتبها، هي جاهزه بس مجرد انه انت بدك تستدعيها استدعاء. تجميعها هو اللي خلى انه الاصطلاح انه يطلق عليها اسم لايبراري او مكتبه برمجيه، لانه تم تجميع عده دوال مع بعض لهم علاقه ببعض فعشان هيك سميت مكتبه، تمام؟ طيب، حكيت انت عندك هنا هذه عبارة عن ليست، هذه عبارة عن ليست، هي واحد اثنين ثلاثة، هذه عبارة عن ليست. هجيت كيف تشوفها انه هي عبارة عن ليست؟ هاي بدي اعرف هنا، بس انا البريفرنس اوكي، فهي جيت هاي الاكس، تمام؟ واضح اعتقد، صح؟ هاي اكس بتساوي 1 2 3، هيك انت عرفت متغير هو عباره عن ليست، تمام؟ حكيت بدك تشوف الليست هذا هنا في البايثون في النوت بوك، ممكن ان انت تستخدم جملة الطباعة وتقول print الاكس، ولكن في النوت بوك ما فيش داعي ان انت تعمل print، يعني انت بدك تشوف قيمة متغير بس انه حط لي اكس زي هيك، بقول لك خلاص انا بعرف انه انت بدك تعمل
عرض لهذا المتغير او بدك تعمل طباعه لهذا المتغير، فانت شفت القيمه تبعته. كيف بدك تعرف التايب تبعه؟ التايب تبعه تايب استدعي داله بيلت ان معرفه في البايثون اسمها تايب واعطي الاكس، فبالتالي انه بقول لك انه التايب تبعه عباره عن ليست. تمام؟ فالستركتشر هذا زي ما انت شايف هيو بين براكتس الاقواس المربعه هاي، هذا عباره عن ليست. تمام؟ هجيت الاري انت ممكن انه انت تعرفها وان دايمنشنال اري، انه انت تديها الليست هذه. تمام؟ فبالتالي انه انت عندك الاري هذه انه تفتح قوسين هيك صارت انه هي عباره عن وان دايمنشنال اري. فكيف انه انت بدك تعرفها؟ فقول لي هنا واي بتساوي نستخدم الالياس الاسم المستعار ان بي دوت اري، هيها صارت موجوده انت عندك في السجستشن، وايش بدك تديها؟ الاكس. او ممكن تعيد كتابه بين اقواس مربعه تحط لي 1 2 3. تمام؟ نفس الكيفيه. شوف لي الواي هنا كيف شكلها؟ الري. تمام؟ array one dimensional array. في فرق بين الليست والوان دايمنشنال اري. في الاريز بتعامل معها انه هي كمصفوفات، والمصفوفات هذه ممكن يكون الدايمنشن تبعها 1 او ممكن تكون مصفوفه فبالتالي بتكون الدايمنشن تبعها 2 او ممكن تكون كيوب انه بتكون انت عندك ثلاثيه الابعاد او ممكن تكون اكثر من ذلك بكثير يعني. تمام؟ فبالتالي بالضبط، فبالتالي انه هذه كديتا ستراكشر انه هذه عباره عن اري. كديتا ستراكشر الواي هذه عباره عن اري. ماشيين لغايه الان؟ تمام. طيب هجيت هنا هذه ليست اوف ليست، هذه ليست اوف ليست. هنا بتصير ايش في النمباي؟ بتصير عباره عن تو دايمنشنال اري، مصفوفه تو دايمنشنال اري. تمام؟ فبالتالي انا ممكن اعرف Z بتساوي nb.array واحكي له انه هنا شايف كيف انا بعمل array of array، فتحت brackets وبفتح البراكت تبع المصفوفة الاولى الليست الاولى 1 2 3 وبعدين بفتح البراكتس تبعت الليست الثانية 4 5 6 بالضبط. هذه بتكون عبارة عن two dimensional array. شوف لي الزي كيف شكلها، شايف كيف عمل صفت لك اياها، عمل لك اياها ريندر، عرض لك اياها على شكل مصفوفة. هذه مصفوفة مكونة من صفين وثلاث أعمدة. تمام؟ واضح كيف؟ تمام يا شباب؟ هنا هذه الخطوة احنا اوريدي عملناها، نعمل import للنمباي as nb. تمام؟ حقيت انت هنا الخطوات هذه ممكن انه انت تطبقها بنفسك، يعني انا خلاص انه انا طبقت هنا، انت هنا عملت one dimensional array، هنا عملنا two dimensional array. تمام؟ ممكن انه انت تولد مصفوفة array فاضية، يعني او مش فاضيه بالاحرى، مكونه من اصفار، فبالتالي ان بي دوت زيروز وبتحط عدد الزيروز اللي بدك اياها، هي بروح بعرض لك اياها زي هيك. فهذه انا ممكن اطبق لك اياها، فانت ممكن التطبيق انت عندك يكون بهذا الشكل. ما فيش داعي انه انت تعرف متغيرات، فمباشره بتكتب هنا ان بي دوت زيروز. تمام؟ لانه الناتج تبعه على طول بعرض لك اياه على الشاشه، ما فيش داعي انه انت تخزنه على متغير وتعرضه ثاني. فهنا انا بدي من 5 اصفار، فهي النتيجه تبعتها زي هيك. تمام؟ ممكن عرف لي مصفوفه من وحايد عددهم 5 وحايد، ف nb.ones بتعطي له 5. تمام لغايه الان؟ طبقتوا كل الكلام هذا؟ ايش الايرور؟ صحيح، تابعة لمكتبة النمباي اللي احنا بنستدعيها من خلال الالياس ان بي. تمام؟ اختصار للنمباي، والنمباي هي نيوميريكال بايثون.
تمام؟ فبدل ما تكتب نمباي دوت وانز او زيروز طويل الاسم. لا لا، الياس اسم مستعار. تمام، زي مو صلاح. تمام؟ لا مش
Thank you.
الكورتيزون.